محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في نجد، نعم، والمتوفى عام 1206. محمد بن عبد الوهاب حنبلي المذهب، غير وبدل وجاء بأشياء خالف مذهبه، خالف إمامه، نعم. وأنتم تعلمون، نعم، يعني الكثير من خبره. الواقع أنه يعني إمام لا نعلم له باعا في الفقه بالذات، والذي نعلم أنه لم يكن أمينا على فقه الإمام أحمد بن حنبل أبدا، وله شذوذات كما تعلمون. أما محمد بن عبد الوهاب فرجل شذ عن مذهب إمامه وجاء بأباطيل الحقيقة، ولو أنه استطاع أن نعم يزيل القبة الخضراء ومظهر قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لفعل، نعم.